أن يطالع الإنسان أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحوال الصحابة الكرام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما نزل به ضيف في يوم من الأيام وكل زوجة تقول ما عندنا إلا الماء، يعني لا يوجد في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوى الماء الذي يشربونه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة: من يضيف ضيف رسول الله، يعني من يأخذ هذا الرجل ويكرمه، من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيأخذه واحد من الصحابة وهو لا يعرف ما الذي يوجد في بيته، ولما يصل إلى بيته ويسأل زوجته تقول له زوجته: ما عندنا إلا عشاء أبنائنا، فيقول لها: أنيميهم، يعني عليك أن تنيميهم، وبعدين يعني هاتي الطعام أو قدمي العشاء ونجلس مع الرجل ونريه أن نأكل، وهم في الحقيقة لا يأكلون حتى لا يأكلوا الطعام الموجود عندهم. ولما أصبح هذا الرجل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فعلته، ويقول المفسرون أنه نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولما جاء رجل إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ويقول له: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله بن عمرو: ألك امرأة تأوي إليها؟ فقال: بلى. قال له: ألك مسكن تسكنه؟ قال: بلى. قال: إذن أنت من الأغنياء، طالما عندك زوجة وعندك سكن فأنت من الأغنياء. قال له: وعندي خادم. فقال: إذن أنت من الملوك. الإنسان سبحان الله حينما يرى هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه فإنه كما قلت يلهج لسانه بشكر الله سبحانه وتعالى.